السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم في قناة مستر أحمد برماوي، قناة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وترك تعليقاتكم حتى نستفيد منها في تطوير القناة. Welcome back to Mr. Ahmed Bermawi English Channel. Today I am going to talk about the present perfect tense. Let's begin with the formation التكوين. عارفين present perfect tense يتكون من ايه؟ يتكون من have or has plus the past participle of the verb. عارفين has دي مع he و she or it or any singular noun او اي اسم ايه؟ مفرد وراء ال past participle. اما have دي مع I, we, you, they واي plural noun اسم ايه؟ جمع. شوف example. بقول I have done my homework. أدي have done، I had have، وتصريف ثالث من do did done. He has traveled abroad، أدي عندي has traveled، تصريف ثالث للفعل. نيجي بقى إلى استخدام المضارع التام. استخدم المضارع التام أول حاجة للتعبير عن حدث تم في الماضي وله أثر على الوقت الحاضر ما زال تأثيره موجود. لما أقول she has cleaned the room معناها إيه؟ معناها هي خلصت تنظيف الأوضة، ولكن the room is still clean، الأوضة ما زالت أو أصبحت بالفعل نظيفة. تاني حاجة، حدث انتهى في وقت محدد في الماضي. هنا بقى الماضي يختلف، لو حددت التوقيت لازم استخدم ماضي بسيط، الفرق بينها وبين اللي فات. ما أقول she has helped me a lot، هي ساعدتني كتير، هذه حاجة غير محددة. لكن لو حددنا، لو بصينا على المثال اللي بعده she helped me yesterday، يبقى شوفوا نفس المثالين بس في نمبر 2 ده حدث غير محدد في الماضي، يعني الحدث تم ومحددتش امتى. اما لو حددت زي انا قلت يسترداي لاست ويك وهكذا، بستخدم باست سمبل ماضي بسيط. نمبر 4، استخدم المضارع التام مع الحدث المتكرر، اي ان الحدث لم يتوقف او ما زال يحدث. لما اقول هي هاز ليفد ان كايرو فور 13 ييرز، هو عايش في القاهره بقاله 15 سنه، دي معناها ايه؟ معناها هي از ستيل ليفينج ان كايرو، ما زال عايش فين؟ في القاهرة. الآن وصلنا نستخدم، احنا قلنا ورا ان الحدث لو ما زال مستمر بيستخدم زمن ايه؟ مضارع تام. لكن نشوف نفس الجملة، هي ليفد ان كايرو فور 3 ييرز، نفس المثال اهو في 4 برضو، بس هنا استخدمت ماضي بسيط ليه؟ دي معناها ناو هي ليفز ان اليكس، يبقى ساب القاهرة، يبقى ده حدث قعد فترة في الماضي وانتهى في الماضي، باخد هنا ايه؟ ماضي بسيط رغم وجود فور. يستخدم مضارع التام مع التعبير it is the first time لما يجي وراها فاعل. شوف example، it is the first time I have been to أسوان، دي أول مرة أروح فيها أسوان، يبقى جبت it is the first time ثم فاعل ثم present perfect. لاحظ الفرق بين have been و have gone. have been to راح مكان ورجع، لكن لما أقول have gone to ذهب لمكان وما زال هناك. شوف المثال، ما أقول my brother has gone to Germany، أخويا راح ألمانيا، دي معناها إيه؟ he is still in Germany، مازال في ألمانيا. لكن لما أقول my brother has been to Emirates، أخويا راح الإمارات، معناها he isn't there now، غير موجود هناك الآن، يعني he has come back to Cairo، عاد للإيه؟ للقاهرة. طبعا بستخدم المضارع التام مع بعض العلامات زي just، already، ever، never، yet، lately، recently، since، for، so far، up till now، حتى الآن، كل دي من علامات المضارع التام. أولا بنستخدم زي احنا عارفين yet في النفي، أما بستخدم just و already فين؟ في الإثبات. شوف مثال، لما أقول they have just arrived، أدي just جاي بين have و has والتصريف الثالث للفعل. I have already watched TV، أنا شاهدت بالفعل التلفزيون. تاني حاجة نستخدم ever عارفين في السؤال، و never بتنفي الجملة مكان not. شوف مثال، have you ever eaten shrimps، هل سبق لك كلت جمبري؟ no I have never eaten shrimps. تستخدم already مكان yet أيضا في السؤال إذا كان شيء غير متوقع. المفروض في السؤال بنستخدم yet، السؤال والنفي، في آخر السؤال والنفي بستخدم إيه؟ yet. إنما شوف المثال ده، لما أقول have you already finished work، هل بالفعل خلصت شغلك؟ you are early today، انت خلصت بدري النهارده، يبقى حاجه unexpected غير متوقعه، عشان كده استخدمت already مكان yet. نستخدم المبني المجهول في المضارع التام، بستخدم have been و has been و past participle of the verb.
لما أقول the project has been carried out recently، المشروع نفذ مؤخرا أو so far أو lately مؤخرا. أيضا من علامات المضارع التام lately و recently، والاتنين بنفس المعنى بس بنستخدم lately في الإثبات والنفي والسؤال، أما recently في الإثبات والسؤال فقط. For example، لما أقول he hasn't visited me lately، لم يزرني مؤخرا. برضو لما أقول he has visited me recently، زار مؤخرا. has he visited you lately or recently؟ إذا جاء مع since زمن واحد يأتي قبلها مضارع تام أو مضارع تام مستمر، لما تبقى حرف جر بتساوي for بيجي معاها مضارع تام أو مضارع تام مستمر. For example، he has studied since 3 o'clock، وبيذاكر من الساعة 3، أو has been studying since 3 o'clock. لكن خد بالك لما تبقى سنس أداة ربط بتربط جملتين، زي ما انت شايفين بي وراها ماضي بسيط والجملة التانية مضارع تام سواء في الأول أو في النص. شوف example، he has worked here since he graduated. أدي صح السنس هي وراها graduated بسط سمبل وقبلها has worked مضارع تام. طب ايه الفرق بين سنس وفور؟ سنس بي معاها بداية الحدث يعني اليوم أو الشهر أو السنة، يعني أقول سنس 3 o'clock، since this morning، since Monday، since last week، since 2 days ago، since 25، since childhood، ممكن وراها اسم بقى منذ الطفولة، since his arrival، وهكذا. أما for بيجي وراها المدة اللي استغرقها الحدث، يعني عدد، يعني 2 hours، 3 days، 5 days، the last week. لما يكون last بستخدم since، the last بستخدم for. 9 months، 5 years، a week، a long time، for ages، for over 7 years. What an example، بقول he has married here، وتزوجها since 2010، يبقى since حددت السنة اللي بدأ فيها الجواز اللي هي سنة 2010. لكن في for بقول he has married for married here for 10 years، متجوزها بقاله 10 سنين. he has missed his father since he traveled. لاحظ since هنا بقى قربت جملتين وراها traveled ماضي بسيط وقبلها has missed. لما اقول its years هنا بقى ببدا بits ومده زمنيه وبعدين since برضه ربط جملتين يبقى وراها retired ماضي بسيط. نوصل بقى choose the correct answer from A, B, C or D. O، I my pen، how can I do my homework now؟ عايز اقول انا بالفعل ضاع قلمي ومحددتش امتى، يبقى اقول have lost، lost، had lost، I am lost، هتبقى have lost طبعا. Number 2، he has worked in this bank، وشغال في هذا البنك a long time، since، for، ago، just، طبعا for a long time. have you finished studying، هل خلصت مذاكرة؟ you have just entered your room، بقول انت خلصت، لحقت تخلص مذاكرة، انت لسه داخل الأوضة، دي حاجة غير متوقعة، يبقى مينفعش يت هنا، هختار ايه؟ هختار يت ولا already ولا for ولا since، هختار طبعا already. he hasn't phoned me، ما اتصلش بيا، his departure، مغادرته، هختار since ولا for ولا ago ولا just، يبقى since his departure. ليه بقى؟ لان هنا في noun، يبقى اختار ايه؟ since. it's the first time، دي اول مرة، he this mistake، طبعا هتبقى he make ولا made ولا has made ولا makes، هتبقى has made this mistake. number 6، فاطمه to the market، she is about to come back، يعني على وشك ان هي ترجع، يبقى راحت ولسه ما رجعتش، يبقى اقول has gone to the market. it's 2 weeks، عدى اسبوعين، since محمد lost me، طبعا since انا ربطت جملتين، يبقى وراها على طول ايه؟ وراها ماضي بسيط، since محمد emailed me. what since the weekend، طبعا what have you done، اللي عملته since the weekend، منذ عطلة نهاية الأسبوع، طبعا ده عشان سؤال، عشان كده قلت have you done. nothing has happened to me before، طبعا nothing has happened، طبعا المفروض تنفع ever وتنفع never، بس عشان nothing نفي ما تنفعش never فهناخد ever. the last sentence، it's a long time، عدى مدة طويلة، since she the piano، طبعا since she played the piano، عشان عندي هنا جملتين يبقى since ربط ماضي بسيط. كده انتهينا من present perfect tense. ارجو الناس تكون استفادت، نرجو مشاركة القناة ومشاركتها على صفحاتنا وتفعيل الجرس
مع التوفيق لكم جميعا إن شاء الله، مع تحيات مستر أحمد البرماوي.